طيب صديقي، خلينا ننتقل لشيء اخر، المدربين. يعني انت عشت برضه فتره في النادي الاهلي، كنت احد نجوم النادي الاهلي في جيله الذهبي، مانويل جوزيه وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن حسام البدري، مجموعه كبيره من المدربين اللي بينتموا للنادي الاهلي. بص يا كابتن، مش عشان الكابتن موجود، يعني انت كنت موجود معانا وشفت، بالعكس كلنا كنا واحد. بجد يعني الكابتن علاء كان من اكتر الناس بتهزر معانا ومفيش فرق خالص لغايه دلوقتي. يعني عشان ربنا يديله الصحه يعني والعمر. فده انا من وجهه نظري كان من ضمن الاسباب الرئيسيه ان احنا نبقى بالنجاح ده والانجازات دي. كان في فرق خالص بجد بجد من اي حد. كلنا مبسوطين زي ما الكابتن بيقول. انا واحد من الناس كنا التمرين امتى؟ بجد يعني. وانت كنت حاضر معانا يا كابتن؟ مش قوي يعني، بتاع 9 الصبح والكلمتين اللي كنا كنا عايزين تيجي الساعه 9 على طول قبل يعني ايه، ننزل الملعب قبل الاوضه. ما كان في ناس فاكر الاوضه لا كنت واحد سعيد طبعا. ويعني انا بحمد ربنا، انا ولو زي ما انت قلت في البدايه يا كابتن، انك حتى لو مباراه واحده بالظبط، انك تبقى جزء من تاريخ كبير زي النادي الاهلي، بحمد ربنا بجد على ان الواحد يبقى كان ليه دور ولو جزء بسيط. الحمد لله بكمل بطولات، بكمل الانجازات اللي حصلت بمساعده اجهزه فنيه كلها محترمه جدا بمجلس اداره. سعيد ان انا في نادي كبير قوي زي النادي الاهلي، نادي عظيم زي ما الكابتن بيقول. يمكن الحمد لله فعلا عدينا مرحله النادي كبير، يعني فعلا بقينا نادي عظيم دلوقتي بتنافس ريال مدريد كبطولات او كاكبر عدد في البطولات. النهارده بتتكلم في كاس عالم انديه، ربنا يكرمك ان شاء الله المباراه الجايه تعديها، بتلعب بايرن ميونخ. يعني واخد بطوله دوري ابطال اوروبا، فخلاص ما بقاش فيه فرق. ربنا يكرم ان شاء الله، كلنا مستنيين ان شاء الله اول مباراه احنا نتخطاها باذن الله، وكلنا ان شاء الله ثقه في اللعيبه والجهاز الفني انهم يعدوا الماتش ده باذن الله، عشان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي باذن الله.